نتحول الآن إلى ضيفنا من بغداد الدكتور عصام الفيلي أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بك معنا دكتور عبر شاشة الغد. هذا التقارب المصري الأردني من العراق، هل يحمل رسائل وهل هي موجهة؟ نعم، في البداية تحية لك سيدي ولكل المشاهدين الكرام. أنا أعتقد هذا اللقاء ربما يأتي استكمالا لجمرة من اللقاءات التي جرت ما بين العراق ومصر على مستوى القمة في أكثر من مرة، وبالتالي أن الغاية الأساسية من هذا اللقاء هو خلق حقيقة تحالف جديد في المنطقة العربية يكاد يكون محوره العراق ومصر والأردن، الذي بالأساس في وقت كانت هذه العلاقات دعني أقول شبه مجمدة، لكن بات الجميع يدرك أن العراق يحمل من المقومات لكي يجعله محورا في منطقة الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار أنا أعتقد أن هنالك الكثير من الملفات التي سيتم تفعيلها طريقة تساهم في تحفيز هذا اللقاء. أولى هذه الملفات هي الملفات الاقتصادية، هذه أولا. سبق هذه الملفات هنالك ملفات سياسية ساهم العراق في تنظيم العلاقة، دعني أقول أو بالأحرى يعني الوساطة ما بين العراق وما بين مصر وتركيا. هذه التنظيم بالتالي يبدو أن العراق الآن بات محط ثقة، فكان لابد أن يكون كعبة للقاء كل الدول، خاصة أن العراق له من العمق العربي الكبير ما يؤهله لكي يعيد مكانته التي شهدت قطيعة عبر سنوات طوال. إذن تطورات كبيرة في الإقليم دكتور عصام ستكون حاضرة على 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 طاولة هذه القمة، ما يأتي على أولوياتها؟ الأولوية السياسية، الملفات ذات الأولوية السياسية في الأساس. نعم، يعني أولا العراق نجح في عهد السيد الكاظمي في تسويق صورة جديدة، وهي أن العراق يحاول أن يحتفظ بعلاقات متوازنة إقليمية سواء كان عربيا أو غير عربيا، وهذا ربما يكون تطورا. بمعنى هذا أن العراق بالنسبة له ممكن أن يلعب أكثر من دور. الدول الإقليمية الغير العربية لديها رغبة في فتح أواصر حوار مع الأطراف العربية، وهذا برز حتى في طبيعة التقارب الإيراني السعودي والاجتماعات التي جرت في بغداد بعد أن قاد العراق جهود من الوساطة. إضافة إلى كل هذا، أنا أعتقد هذا الانفتاح العراقي العربي سيعزز من مكانة العراق إقليميا، لأنه سيساهم بتحريره من كثير من الضغوط في هذا الإطار. إضافة إلى كل هذا، أنا أعتقد حتى الدول العربية بحاجة إلى تعزيز علاقاتها مع الدول الإقليمية في وقت العالم الآن يتسابق من أجل تسيير العلاقات فيما بينه بما يخدم مصالح الدول، ويكاد يكون، أنا أقولها بكل صراحة، الاستقرار السياسي سيقود إلى نتائج حقيقة، نتائج قادمة على الصعيد الاقتصادي والثقافي والعلمي. على الصعيد الاقتصادي دكتور عصام، يعني الكاظمي كان قد تحدث عن مشروع اقتصادي ضخم بدأ من القاهرة إلى بغداد ثم انضمت إليه عمان، أسماه بمشروع الشام الجديد. هل من خلال هذه القمة اليوم تتوقع ميلاد نواة هذا المشروع، مشروع الشام الجديد؟ نعم، يعني أنا أعتقد هذا المشروع، ربما الموضوع النواة حينما تكون دول قوية مثل مصر بعمقها وقوتها، إضافة إلى الأردن بما تمتلكه من حلقة وصل الرابطة ما بين العراق ويعني مصر، سيساهم بصورة أخرى بتفعيل كثير من المشاريع الاقتصادية. أولى هذا المشاريع هو خط أنبوب البصرة العرقبة، الذي يعني إذا إن شاء الله يرى النور سيمتد لكي إلى مصر، وبالتالي كلنا يعلم أن الطاقة اليوم باتت هي محور العلاقات الاستراتيجية ما بين الدول. إضافة إلى كل هذا،
أنا أعتقد هذا المشروع بالنسبة لمشروع الشام الكبير سيكون نقطة جذب للدول الأخرى التي ستلتحق به، خاصة حينما تجد أن هنالك فواعل، وهنا أتحدث بالتحديد في موضوع الفواعل كقوة اقتصادية العراق بما يمتلكه، مصر بتأثيرها السياسي، مكانتها الدولية والإقليمية، هذه مسألة جدا مهمة، الموقع الجيوستراتيجي لمصر كونها تمتلك واحدة من أهم القنوات في العالم وتكاد تكون الرئة الأولى للعالم، هنا تحدث بالتحديد عن قناة السويس. إضافة إلى كل هذا هناك بعض الملفات الأخرى، مصر لديها تجربة رائدة في بناء المدن، يعني موضوع العاصمة الإدارية لمصر جعل أن تتجه أنظار العالم إلى مصر كونها تكاد تكون تتفوق على كثير من الدول التي طرحت مدن متناظرة في هذا الإطار، وقد تنعكس التجربة سواء كان على العراق الذي يريد أيضا أن يبني مدن جديدة، الأردن أيضا وبقية دول المنطقة. أشكرك جزيلا عصام الفيلي أستاذ العلوم السياسية من بغداد.